نعم أخذت من السؤال فضلت فضيلة الشيخ حفظكم الله مثل السوق. ومن سمع ومن قال نعم لو أن الإمام إذا رفع رأسه يعني رفع رأسه من السجود لكن نسي أن يقول الله أكبر لماذا يفعل في هذا الحال؟ تكبيرات الإحرام ما عدا تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرات الإحرام واجبة، يعني أن الإنسان إذا نسيها فصلاته صحيحة لكن يسجد للسهو قبل السهو. لكن المأمومين ما يعلم. المأمومون ما عليهم منه. يسجدون معه، إذا سجد لابد أن يسجدوا معه. إذا رفع رأسه من السجود ونسجد الله أكبر. فهم مساجين في هذا الحال. طيب. ماذا يعني كيف حتى يقول؟ ها أن تسأل عن الإمام ولا عن المأموم؟ عن الإمام. عن الإمام. إذا نسي حتى قام فهنا ينبغي أن يجهر بعض الشيء في قراءة الفاتحة حتى يعرفوا أنه قام. أما التكبير فقد فات محله، ما يمكن يقوله في غير محله.